تدوس على شاربه بالنعال. والله العلي العظيم انا مو رجال، والله العلي العظيم ماني جاي اخذه قوده احطه بالبيكه محطه واخذه. الا قال يدوس على راسه وعلى شاربه بالنعال، ثق بالله ورسوله. هم مو تنزل من بارها اعتداء عليهم وقتلوها، وجا حالهم كمل لهم بالفاتيره ويجعوا مضم فهاي وصلوها. طبعا ما شاهدتم الان هي عمليه تهديد من ذوي المحاميه من عشيرتها للمحامي الذي قام بالاعتداء عليها. تهديدات أثبتت غياب القانون، غياب النظام، لا يوجد أمن، لا يوجد قانون. عندما يقوم المحامي المسؤول عن الالتزام بالقانون والتعامل معه والتعامل به في حماية الآخرين والدفاع عنهم، هو الذي يقوم بالانتهاك، هو الذي يعتدي على القانون، يتجاهل القانون إن وجد في العراق. هذه النماذج التي شاهدتموها طبعاً لا يبرر ما قام به المحامي تجاه المحامية بالاعتداء عليها بالضرب وتشويهها بهذه الطريقة وهذا الشكل، لكن كذلك تلام عائلتها وتلام هي كذلك عن التهديدات والتخريب الذي قامت به والذي عرضناه قبل قليل.